كثيرة هي الحالات المرضية التي لا يمكن علاجها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بسبب ضعف الإمكانيات الطبية والتي يتطلب نقلها إلى دول مجاورة لتلقي العلاج. الطفل ياسين عدس إحدى تلك الحالات، إذ يعاني من مرض التلاسيميا وهو وشقيقته آمنة. مزيد من التفاصيل حول قصة هذين الطفلين في تقرير مراسل الأخبار الآن عماد كركس. لم يسمح المرض لياسين عدس ذو 16 ربيعا أن يستمتع بطفولته، معذبا إياها بنقص صفيحات الدم أو التلاسيميا، لتأتي الحرب وتزيد من معاناته لقلة العلاج وفقدانه في أيامها. تحصلنا بالغوطة، زاد علي المرض وزاد الوجع يعني، وتاكل الحوض عندي، نروح من مشفى لمشفى بدنا كيس دم دواء سيرون، ما في دواء، ما في كاس دم فاضي مشان تبرع، ما في تحاصرنا ودواء واكل وكل اللي كله، ما في شيء، بدنا يعني دم بدي يعلق، ما في، تاكل الحوض عندي. ليس ياسين وحده من يعاني هذا المرض، بل تشاركه فيه شقيقته آمنة ذات 9 أعوام، ويعزو والدهما الإصابة به بسبب زواج الأقارب الذي جمعه مع ابنة عمه. أنا آخذ بنت عمي مرض وراثي، وعانيت معهم كثير بالغوطة الشرقية يعني. قبل الأحداث كنا عم نعالجهم، كان في أدوية الحمد لله عم نعلق لهم، وكنت ناوي طالع عالجهم بتركيا يعني، عمل لهم زرع نقي عظام، والله ما قدرني عليهم. رحلة أو رحلات من النزوح والعناء ضاعفت من آلامهما، وتراجعت خلالها صحتهما مع وصولهما إلى إدلب خلال حملات التهجير الأخيرة، حيث يتمنى ياسين وشقيقته أن يجدا من يساعدهما في الوصول إلى تركيا أو عبورها، ليتمكنا من علاج مرض يمكن مقاومته بإمكانيات لا يمتلكها القطاع الطبي داخل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. طبعا انفرض علينا التهجير من برزية على إدلب، ولا قاعدين بريف إدلب بالإيواء، وما في دواء، لا علاج، وحوضي عم يتاكل بزيادة، وبتمنى انه اطلع لبرا، وفي اختي كمان بدها تتعالج، بتمنى انه اطلع نتعالج سوا. لا يخفي ياسين هوايته لفن التصوير بعد ان استعار كاميرا اخبار الان ليلتقط لآمنة صورة يريدها ان تكون نقطة علام تاريخية بين المرض وشفائه، لتكون الصورة الثانية بعد ان يكونا قد عوفيا تماما كما يتمنيان. عماد قرقص لاخبار الان، ريف ادلب. حول هذه الحالة والحالات الصحية الصعبة والسبيل نحو علاجها ينضم لنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور فراس الجندي. دكتور فراس مساء الخير، أهلا بك معنا. حالة طفل ياسين وطفلة آمنة يعني ربما هي واحدة من آلاف الحالات الصعبة المستعصية التي يتوجب أي تدخل طبي فوري لمساعدتهم في المناطق تحت سيطرة المعارضة، لكن لا مجال لتحقيق ذلك، ما الأسباب التي تحول دون تحقيق ذلك أولا؟ أولا يسعد مساكي والسادة المشاهدين جميعا. طبعا يعني بحب نقول أولا الخلل في الثلاثينية هو خلل في الخضاب وليس في الصفيحات كما ورد في التقرير. ثانيا بالأصل نعم. في سوريا عندما كان النظام موجود لا يوجد عمليات زرع نقي عظم، كانت تتم في الجامعة الأمريكية في لبنان أو تطلع على خارج تركيا أو الأردن. الان طبعا نحن عندنا اكثر من حالات بحاجه لاخلاء بسبب ضعف الامكانيات في المناطق السوريه المحرره. طيب الان يعني انا حتى تحدثت دكتور حتى ليس فقط عن موضوع التلاسيميا فقط، هناك حالات اخرى ايضا. طبعا نحن خلال الحالات اللي المكتب الطبي اللي سجلها سابقا تركيا من الحالات المرضيه، كان هناك اكثر حالات اورام، سرطانات، سواء تشخيص او علاج، حالات القسطرة الصدرية وجراحة القلب، حالات الجراحة العصبية الدقيقة، وحالات الحروق والجراحة الترميمية. طبعا هذول وحالات العناية المشددة المركزة. في عندنا نقص في الداخل السوري فيهم، نتمنى خلال فترة وتواصلنا مع أكثر من جهة دولية لتأمين هذه المراكز حتى نستطيع علاجها الداخل السوري لصعوبة النقل المريض للأراضي التركية. طيب هل هناك من سبيل حتى يعني لخروجهم من الداخل السوري نحو تركيا مثلا، أو
نحو مناطق معينة ممكن أن يتلقوا فيها العلاج، أن هناك بعض الحالات الطارئة أو العاجلة ولا تستحمل الانتظار؟ طبعا أخذ مكتب الطب جماعة برباب هوا، هناك في فريق طبي بيفحص هالحالات ومسجلها، وفي تقريبا يوميا 20 مريض يدخل الأراضي التركية، والأخوة الأتراك يعني بيقوموا بعلاجهم بشكل كامل ومجاني. طيب ماذا بالنسبة لحالة ياسين وآمنة بالتحديد؟ هل ستقدمون شيء معين؟ هل ستقدمون أي مساعدة لهم؟ بكل سهولة بتاخذ تقرير طبي من الطبيب المعالج، بتطلع على معبر باب الهواء على المكتب الطبي، بتسجل دورة وتدخل على الأراضي التركية وتتلقى العلاج بشكل كامل. نعم، نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت، وسنحاول طبعا على إيصالها لمراسل أخبار الآن عماد كركس لكي يتواصل مع عائلة الطفلين، ولكي يتم كما ذكرت تواصلهم مع المكتب في باب الهوى، وإن شاء الله لكي يتلقوا العلاج والمساعدات. دكتور فراس، نقطة أخيرة وهي تواصلكم مع الجهات المعنية، مع الجهات الإنسانية الأممية، في سبيل يعني ربما النهوض بالقطاع الصحي في المناطق المحررة. يعني القطاع الصحي هو قطاع جدا مهم، كبار السن والأطفال هم أبرز يعني الفئات التي يعانون من هذا النقص. طبعا نحن نسعى جاهدين في هذه اللحظة، خطتنا الاستراتيجية بعد ما صار في المناطق خفض توتر أنه نحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الصحية في المناطق المحررة. فتم الإحصاءات يعني الحالات الأهم أو المراكز الأهم المتواجدة في الداخل السوري، فكانت هي عبارة عن مركز جراحة القلب قصيرة القلب، ومركز علاج الاورام تشخيصا وعلاجا، واضافه الى وجود مركز تصوير شعاعي متقدم ريني مغناطيسي طبقي محوري حلزوني، الى باقي الجراحات الترميميه والتجميليه. طبعا سنسعى ان شاء الله جاهدين هذا العام في تامين هذه المراكز، وقد وعدنا من اكثر من جهه دوليه لتامين هذه المراكز في الشمال السوري. أشكرك على هذه المداخلة، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن تتم فعلا مساعدة الطفلين ياسين وأمنة عن طريقكم. وشكرا جزيلا لكم الدكتور فراس الجندي من الحدود السورية التركية، طبعا وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، كنت معنا عبر الهاتف.